باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اللي كان موجود النهارده معانا كورال كنيسه الانبا انطونيوس بشبرا محيي. حاضر معنا اليوم 25 من طلبه الجامعه الامريكيه بالقاهره من امريكا، وايضا بعض الضيوف من فرنسا والكاميرون والسودان والمانيا، نحييهم كلهم. واحد بيقول ما الفرق بين التلمود والتوراه عند اليهود، وهل التلمود كتاب ديني؟ التلمود كتاب ديني عند اليهود لكنه ليس كتاب الله. الفرق بين التلمود والتوراه ان التوراه كتاب موحى به من الله ومن الكتب المقدسه، لكن التلمود كتاب وضعينه شيوخ اليهود ورؤسائهم الدينيين، يخش في التقاليد في التراديشن لكن ما يعتبرش كتاب اله. سؤال: ما الفرق بين الروح القدس وروح الله، وهل يسكن فينا الروح القدس ام روح الله؟ الروح القدس هو روح الله، الروح القدس هو روح الله. بيقول ولو كان فينا الروح القدس فهل فينا شيء من الألوهية؟ لا، لما يسكن فينا الروح القدس لا يكون حلولا أقنوميا، إنما يكون حلول بالنعمة، يعني نعمة الروح القدس تكون فينا، مواهب الروح القدس تكون فينا. ولما المسيح بيقول لما قال لتلاميذه اقبلوا الروح القدس، فهل هو الروح القدس كأقنوم أم يقصد روح الله؟ الروح القدس هو روح الله. انت في السؤال بتكرر كما لو كانوا اثنين مختلفين. لما قال لهم اقبلوا الروح القدس يقصد اقبلوا سلطة من الروح القدس، اللي هي سلطة مغفرة الخطايا، سلطة الكهنوت. واحد بيقول ما معنى كلمة اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوى؟ وما المقصود بشوكة الموت؟ لأنني قرأت في كتيب اسمه براهين القيامة لفلان، بيقول فيما عندما يموت الإنسان أي في ساعة موته يأتي الشيطان ويحشر خشب أو شوكة في القصبة الهوائية ليمنع النفس. ده خرافات يا ابني، يجيب خشبة ويحشرها في القصبة الهوائية. وساعتها الناس اللي في الانتنسف كير والدكاترة والناس بتوع الانستيزيا بتوع التخدير، كل دول قاعدين يتفرجوا ومش واخدين بالهم ان في خشبة. الكلام ده تخريف، تخريف. بيقول ولكن عند موت المسيح جاء الشيطان ليحشر تلك الشوكة، ولكن هذه الشوكة بتدبل وتفقد صلابتها. الشخص ده بيقرا في كتب تخاريف وبينقل اليكم التخاريف. الرسول لما بيقول اين شوكتك يا موت، يعني اين هيبتك او سلطانك كموت، لأن قال الكلام ده في حديثه عن القيامة. فما دام القيامة الإنسان بيقوم من الموت، يبقى الموت ملهوش تأثير عليه، مفيش هيبة ولا سطوة ولا سلطان للموت. أدي الحكاية، ولا خشبة ولا بتدبل ولا قصبة هوائية ولا تخاريف. يا ابني طب يا ابني
الشخص ده انا بحضر له دوسيه اللي قال الكلام ده، بتجيني شكاوى كتير ضده، وانا بس بصبر واطول بالي على الاخر. لكن طبعا الاخر ده ليه وقت وليه نهايه، مش الابديه. يعني هيجي نوبه نحاسبه على كل اللي بيقوله. سفر الجامعة بيقول عن الموت: يرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. والسؤال هو: ما معنى ترجع الروح إلى الله الذي أعطاها؟ هل أرواح الأشرار ترجع إلى الله أيضا أم أرواح الأبرار فقط؟ كل الأرواح ترجع إلى الله، لأن ربنا كل الأرواح ترجع ليه، فهو اللي بيمسك الدينونة وهو اللي بيحاسب الأرواح، سواء أرواح أبرار أو أرواح أشرار بيرجعوا ربنا يحاسبهم. سؤال: لماذا لم تذكر أسماء القديسين والشهداء من النساء ولم تذكر إلا اسم واحدة العذراء مريم؟ هو في الواقع ان المجمع ذكر ابطال الايمان والكارزين وابطال الرهبان الاول، وطبعا كلهم كانوا من الرجال، لكن مع ذلك النساء القديسات مذكورات في الابصالمودية في التسبحة، في مجمع التسبحة المجمع السنوي، وايضا في التسبحة الكيهكية موجودين. فما تبقوش حساسين يعني الناحية دي خالص، او تفتكروا انهم مرضوش يذكروهم خايفين عليهم من الحسد ولا حاجة. لا، النساء موجودات في الابصالمودية بشكل كبير جدا، شهيدات وامهات رهبنه، كل دول موجودين. ولو ان احنا حطينا كل الاسماء مش هنخلص. كمان في المجمع مش كل اسماء الرجاله موجوده، مش كل اسماء الشهداء الرجاله موجوده، مش ممكن اسماء الرعاه الرجاله موجوده، مش كل اسماء ابطال الايمان موجوده، بس اختاروا البعض منهم. سؤال: هل الرهبنة تشترط مؤهل دراسي معين؟ لأن الرغبة عندي من 4 سنين وحتى الآن. لا طبعا، الرهبنة لا تتطلب مؤهلا دراسيا معينا، لدليل مثلا كان موجود أنبا بولس البسيط، وموجود أرسانيوس معلم أولاد الملوك، ففيه المتعلم وفيه البسيط، فما يهمش. المهم ان يكون الانسان بتاع ربنا وتقي، واذا كان بنت يبقى ما تزيدش عن 28 سنة. أديبة الرهبات ما بتقبلش الكبار. قداستكم من الاعتراف لأديرة الأقصر وإسنة برغم أنها من تراث الأديرة القديمة؟ مين قال ما بنعترفش؟ يعني دير الشايب هو دير من أديرة الأقصر، وإن كان ليس في إبارشية الأقصر من ناحية الإدارية، لكن هو من الأقصر.
وإحنا بنعترف بالأديرة التي توجد فيها حياة رهبانية، يعني الأديرة القديمة اللي هي مجرد أديرة أثرية وليست فيها حياة رهبانية، دي ما بنعترفش بيها كأديرة عامرة، لكن ممكن تكون موجودة ضمن الآثار في تاريخ الكنيسة من جهة الآثار. بيقول لي قرأت في إحدى الصحف أخبارا سيئة عن صاحب قداستكم، ما دين يا ابني أصادقه؟ هي في الواقع أخبار سيئة عن الصحف اللي بتنشر كلام إثارة، قداستكم بكتابة بعض الكتب وتكملة البعض الآخر، وكاتب أربع كتب يسر أنا وعدت بيها، وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، عشر كتب وعدت بيها. شوف يا ابني، عايز أقول لك الآتي، أنا لغاية دلوقتي نشرت لكم 98 كتاب، يعني عايز تطلب مني إيه تاني؟ ومع ذلك في كتب كثيرة أمامي محتاج إني أنشرها، ولكن مش لاقي وقت، مش لاقي وقت. يعني مثلا كتاب حياة داوود ما فضلش منه غير مقالة واحدة عن الأيام الأخيرة لداوود، والباقي كله الكمبيوتر عمله، عمل له بروفات يدوب. كتاب الرد على الآيات التي يستغلها الأريوسيون ضد لاهوت المسيح، درست الكلام ده سنة كاملة في الإكليريكية في القاهرة وفي الإسكندرية، ودرست الإكليريكية طنطا، عايز لمسات بسيطة ويطلع كتاب، وهو كتاب مهم جدا من ناحية العقائدية، مش لاقي وقت. شهود يهوه عند الأصول بتاعتها، وألقيت عنها محاضرات في الكلية الإكليريكية في القاهرة وفي الإسكندرية، ومش لاقي وقت. السبتيين بالمثل، كتاب دم ونار عن الذبائح بالمثل، كتب كثيرة. يعني عديت الكتب اللي الأصول بتاعتها موجودة معايا، بس ناقص التنسيق والحاجة اللي يسموها ري رايتنج، يعني إعادة الصياغة. يمكن حوالي 30 كتاب موجود عندي أصولها في الديش، لكن مش لاقي وقت. عشان كده قررت أني أعتكف اعتكافا جزئيا في الدير، يعني الأيام اللي أروحها في الدير ما يكونش فيها مقابلات، مع
خدمتي زي ما هي في القاهرة، يوم الاثنين بدرس في معهد الرعاية، ويوم الثلاث بدرس في الإكليريكية، ويوم الأربع بقعد معاكم، ويوم الخميس بقعد مع الفقراء، وبعدين أروح الدير أتفرغ. فكون إن أنا في المجلة قلت اعتراف جزئي، بدأت بقى الأفكار والشكوك والإشاعات، وقصده إيه الاعتكاف، ولازم ويظهر ويمكن، وإن ما اعتكفتش يقولوا لي ما طلعتش الكتب ليه. وتلاقي اللي بيقول الصحف الأخبار السيئة دي يمكن طلعت من كده، كل واحد ينغز له نغزة ومش هنخلص. فإن شاء الله أرجو في فترة صوم الميلاد، في الأيام التي أقضيها في الدير، أقدر أطلع لكم بعض الكتب وبعض من اللي أنت كاتبهم يعني. حاضر، ولا تزعل. يا وتقريبا غالبية الحاجات دي موجودة عندك. اصل في ناس لما كنت بروح في الدير، انا بقعد نص الاسبوع هنا والنص في الدير، يعني اسافر يوم الخميس تقريبا بعد ظهر، واقعد الخميس والجمعه والسبت وشويه من الحد وقال. فيجوا بعض الناس من المحبين والكويسين واللطفاء والى اخره، ويقولوا ما دام البابا موجود في الدير نروح نقعد معاه نستفرد بيه. طب هو فضلكم؟ فأنا قلت هعتكف حتى الآباء البطرنة والأسقفة مش هقعد معاهم. بتسقفوا عشان مش هقعد مع الأسقفة؟ ليه؟ أوكي. أي يعني مفيش فرق، اعتكاف يعني اعتكاف. ما يجيش واحد يقول لي اديك معتكف وفاضي اجي اقعد معاك، اقول له اسف انا موجود في الدير في مقر ليا باسوار داخل اسوار الدير، يعني انت تخش من سور الدير تجد الدير واسع، وتجد سور تاني للمكان اللي انا فيه، وتلاقي واقف على السور واحد ما يفهمش عربي. ده انا قريبه، ده انا حبيبه، ده انا واخد منه معاد، ما يفهمش في الحاجات دي ابدا. فما تزعلوش ان شاء الله برضو نخرج من الفترة دي، وقد يعني شيء اتعمل من اجل الكنيسة. نكتفي بكده. في واحد بيقول لي ايه، اقولها دي قبل ما بيقول انا يا سيدي قلبي جامد، قلبه جامد، دخلت المقبرة الخاصة بالعيلة للتنظيف ودفن العظام الرفات بالعظامة اسفل المقبرة، هل يجوز لي اني احتفظ بالجمجمة الخاصة بوالدي المتوفى بالمنزل؟ يحط جمجمة ابوه في الفاترينة او دولاب الفضيات او حاجة زي كده عشان يطلع لامه بالليل ولا حاجة. نقول لها نحن هنا، او اي حد من العيلة نعتز بيهم المتوفين، ما يا ابني جمجمة ابوك دي ما تحطها، صعبة شوية برضه، خصوصا تلاقي ابوك من غير عينين ووشه من غير لحم واسنانه واقعه وحالته حال يعني. لا 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 لا، خلي
خل العظام والجماجم موجودة في المقبرة لأن برضو كشف هذه الأشياء ليس من كرامتها. بيقول لك من كرامة الميت دفن، فتجيب جمجمة ودي تقول لأبويا أبوك ده إيه؟ لا يا ابني لا، مش من كرامة أبوك إنك تحطه في فترينة. فين الورق؟ أكلمكم النهاردة عن آيتين. آية بتقول لا تجازوا عن شر بشر، وآية بتقول لا يغلبنك الشر. الآيتين دول اهتم بيهم القديس بولس الرسول لدرجة موجودين في روميا وفي تسالونيك الأولى. يعني لا تجازي عن شر بشر، يعني لا تنتقم لنفسك وترد الشتيمة بشتيمة والإساءة بإساءة والإهانة بإهانة وتاخد حقك على الأرض. السيد المسيح لم يجازي عن شر بشر. كل الإهانات التي وقعت عليه وبخاصة في مناسبة الصلب وفي الأسبوع الأخير احتملها في هدوء، وقيل عنه في إشعياء النبي إصحاح 53 ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. وهو قال عن نفسه أيضا في سفر إشعياء إصحاح 50 بذلت ظهري للضاربين وخدي للماتفين ووجهي لم أمنعه عن خزي البصر. ليس فقط في هذا الأسبوع، إنما في فترة تجسده في مرات عديدة، حتى إنه لما كان في إحدى المرات متجها إلى أورشليم ومر على مدينة للسامرة رفضت أن تستقبله وأغلقت أبوابها في وجهه، فتحمس 60 من التلامذة بتوعه يعقوب ويوحنا وقالوا له أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ يعني عايزين يجازوا عن الشر بشر، هي أغلقت أبوابها في وجههم يبقى تنزل نار من السماء وتاكلهم كانتقام، فوبخهم وانتهرهم وقال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما، ابن الانسان لم يأتي ليهلك العالم بل يخلص. ولم يكتفي بهذا، وانما سعى الى خلاص السامرة، وانتم عارفين قصة المرأة السامرية وازاي استقبله اهل السامرة وامنوا به في يوحنا اصحاح 4. وحتى قبل أن يصعد أوصى على السامرة فقال لتلاميذه وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصى الأرض. يعني مش بيجازي عن شر بشر، مش معناها أنها أغلقت أبوابها في وجهه يبقى خلاص نهملها ونتركها ولا نعرفها بعد كده.
وبرضو أثناء القبض عليه وقبض عليه ظلما طبعا وخيانة من يهوذا، بطرس الرسول اتحمس وطلع سيفه وضرب قطع ابن العبد، فالمسيح قال له لا، رد سيفك الى غمده، من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، والكأس التي اعطانيها الاب الا اشربها؟ والراجل العبد اللي ودانه اتقطعت صلح له ودانه ورجعت كما كان. اذا هو ما كانش بيجازي عن شر بشر، وحتى في تعليمه قال لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، من سخرك ميلا امشي معه ميلين. يعني لا تجازي عن شر بشر، لا تجازي الضارب ولا الذي يسخرك ولا الذي يريد ان ياخذ ثوبك، لا تجازي عن شر بشر. يبقى في حياته وفي تعليمه كان هكذا. تلاميذه الرسل ساروا على نفس النهج، فنجد بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى اصحاح 4 بيقول الى هذه الساعه نجوع ونعطش ونعرى ونلكم، يعني يضربوا يعروه، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعس. يعني ما كانوش بينتقموا لانفسهم ولا يجازوا عن شر بشر. ونفس الوضع يقول بطرس الرسول في رسالته الاولى اصحاح 3 بيقول ايه؟ بيقول والنهاية يكون جميعا متحد الرأي بحس ان واحد ذوي محبة اخوية مشفقين لطفاء غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. مباركين دي زي ما السيد المسيح قال باركوا لعنيكم. فبيقول ما تنتقمش لنفسك، لا تجازي عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. واحنا نلاحظ في العهد القديم برضو وجود هذا الامر، يعني ليست هذه من مثاليات العهد الجديد فقط، بل ايضا في العهد القديم. نلاحظ مثلا يوسف الصديق اخواته حسدوه وبهدلوه ورموه في البير وباعوه كعبد للاسماعيليين ووصل الى فوتيفار. ومش بس كده، وانما لما جاء الوقت ووقعوا في ايديه لم ينتقم منه ولم يجازهم عن شر بشر، بل على العكس استضافهم في ارض جاسان وهي من افضل الاراضي في مصر في ذلك الزمان، وعلهم هم واولادهم، وفضل يعولهم لغايه لما ابوه يعقوب مات. فلما ابوه يعقوب مات هم خافوا، افتكروا انه بيكرمهم في حياة ابيهم، فلما يموت هيضطهدهم. شوفوا الكتاب قال ايه في تكوين 50، يقول ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا
ويرد علينا جميع الشر الذي صنعناه به. فرحوا له يقولوا له اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم. وبكى يوسف لما كلموه، لقاهم مذيولين امامه فبكى. كان هو مشاعره رقيقة. وبعدين قال لهم لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ هو أنا مكان ربنا عشان أجازيكم؟ لا، أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. دي الروح الطيبة التي لا تجازي عن شر بشر. صحيح هم بهدلوه وعملوا فيه ما لا يعمل، ولكن هو أعالهم واهتم بيهم هم وأولادهم. نقطة تاني في حكاية لا تجازي عن شر بشر، نلاحظ قصة داود النبي. معروف ان شاول الملك طارده واراد ان يقتله، وجري وراه من برية البرية ومن مدينة المدينة، ووصى عليه ناس يقتلوه، ده حتى وصى عليه مراته ووصى عليه ناثان، ودول مرضوش طبعا، ومرة ضرب السهم، يعني عمل أعمال شنيعة. وداود لم يجازي عن شر بشر. فيما كان يطارده مرة وقع في ايده في مغارة، وكان موجود ورائد، وعبيد داود قالوا له اهو ده اليوم اللي ربنا اوقع عدوك في يدك عشان تعمل به ما تريد. قال لهم لا، حاش لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو، مش ممكن انتقم منه. لكن بس علشان يفكروا قطع حتة من ثوبه وخرجوا ما عملوش حاجة، ووريها له من بعيد وقال له يا سيدي الملك ما تمشيش ورا الكلام اللي الناس بيحطوه في ودانك ويقولوا لك ان انا عايز اضرك، لو كنت عايز اضرك اديك وقعت في ايدي ما عملت لكش حاجة. بتجري ورا مين؟ ورا كلب ميت، ورا برغوث. وتأثر كثيرا شاول الملك بهذا الكلام، وقال له أهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. هذا الجبار اللي كان عايز يقتل نبل داود أثر فيه فبكى، وقال له أنت أبر مني. معقول واحد عدو يقع في إيده ويسيبه؟ لكن ده يدل على أنك أنت أبر منك. دي عدم مجازاة الشر بالشر وعدم الانتقام للنفس. لكن برضو داود حورب بهذه الناحية، ولما نابال الكرملي وهم بيجزوا الغنم مرضيش يبعت له، وداود قال له ابنك داود عايز منك شويه ده يوم خير وبتاع عشان الناس بتوعي، مرضيش. داود بقى اتحمس وقال طيب ان ابقيت له بائلا بحق يفعل بي الله ويزيد ان خليت له حد.
داود طبعا كان مخطئا في هذا الامر، انه اراد ان يبازي الشر بالشر، فربنا بعت له امرأة نبيلة وحكيمة، وجات علشان تنقذه من نفسه، تنقذه من الرغبة الشريرة اللي في قلبه انه ينتقم لنفسه. واستطاعت هي انها تغلب الشر، تغلب الشر بالهدية اللي قدمتها اليه، جابت له اكل كتير وشرب الى اخره، وبالكلمة الطيبة وبالتواضع، ما تقولوش غير امتك وسيدي، وتمتدحه، وقالت له برضو ده ربنا هيعمل لك مركز كبير، فانا خايفة لما انت توصل لمركزك ضميرك يتعبك ويأنبك لانك سفكت دم بريء وانتقمت لنفسك. وبخته في اسلوب تواضع واسلوب طيب وهادئ، لدرجة داود قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك، لانك منعتيني اليوم عن اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. يعني استطاع هذا النبي ان يستجيب لصوت هذه المرأة العاقلة الحكيمة. هي غلبت الشر بانها جت لداود واسترضته واستعطفته واتضعت امامه وقدمت له الهدايا وكلمته كلام حكيم، وهو ايضا غلب الشر بسمعه لنصيحة ابي جيل. كويس ان احنا نلاقي نبي يسمع لنصيحة امرأة تكون عاقلة وحكيمة، كانت اقوى منه في هذا الموقف. هو لما اراد ان ينتقم من نبال كان الشر بيغلبه، ولما صفح عن نبال وقبل وساطة ابي جايل هو اللي غلب الشر. عشان كده عايزين نشوف حكاية لا يغلبنك الشر تمشي ازاي. في ناس كتير الشر غلبهم، زي اخوة يوسف، زي قايين لما قام على اخيه هابيل وقتله، لم يكن هو الاقوى انما كان الاضعف، كان مغلوبا من الشر. ربنا قال له على الباب خطية رابضة واليك اشتياقها وانت تسود عليها، يعني الخطية لغاية دلوقتي انت بتسود عليها، لكن لو استسلمت الخطية هي اللي بتسود عليك ويبقى غلبك الشر. وفعلا غلب الشر. يوسف وامرأة سيده، هو غلب الشر لانه تذكر ربنا وقال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، واعتبر الخطية موجهة الى الله نفسه. اول واحد غلبه الشر الشيطان، اول واحد غلبه الشر الشيطان. ايه الشر اللي غلبه؟ حب الرفعة وشهوة الالوهية، شهوة الالوهية دخلت في قلبه وحب الرفعة دخل في قلبه فسقط وغلبه الشر. وربنا قال له انت قلت في قلبك اني اصعد الى السماوات، اضع كرسي فوق كواكب الله، اصير مثل العلي. نفس الوضع غلب به الانسان الاول بالاغراء وبالخداع. ازاي بالاغراء وبالخداع؟ ثلاث كلمات
في سقوط الإنسان الأول. كلمة لن تموت وكلمة تنفتح أعينكما وكلمة تصيران إلهين. كتير الناس غلبهم الشر بهذا الإغراء وبهذه الرفعة. المتعب في الشر ان هو يصور للإنسان ان هو لذة وشهوة وليس انه خطية وسقوط. دايما الشر يتصور انه مجد، انه عظمة، زي الشر اللي جه للشيطان يبقى إله، زي الشر اللي جه لآدم وحواء يصيران إلهين تنفتح عينيهم لن يموت، زي الشر اللي جه لأبشالوم ما قالوش على إنه خاطي وقاتل وضد أبوه وخاين، لا، اتصور له الملك والعظمة والسلطان وانه هيغلب داود البطل العظيم اللي غلب جولياط. تصور بقى واحد يغلب اعظم بطل هزم جولياط وهو يهزمه. الانتصار، اللذة، العظمة، الملك. الشر ما يجيش يقول لك انا شر، يصور نفسه بصورة عجيبة. زي ايضا المناظر الكاذبة اللي جه بيها الشر لبعض القديسين. راهب جاله ملاك وقال له، الشيطان في هيئة ملاك، وقال له انا جبرائيل، الملاك ارسلني الله اليه، فانتصر على الشر وغلبه بالاتباع. قال له لعلك ارسلت الى غيري واخطأت الطريق، اما انا فرجل خاطي لا استحق ان يظهر لي ملاك. فانقشع كالدخان. واحد تاني غلب الشر بالمشورة، جولوا الشياطين وقالوا له من اجل نسكك وسكناك في الجبل وفي المغارة وفي الوحدة هتيجي مركبة نارية تاخدك وتصعد بيك للسماء مثل إيليا. هما طبعا قصدهم مركبة نارية بيكون خيال في خيال، يشوفها يحط رجله من على الجبل ينزل في الهو. فاستطاع ان يفلت منهم بالمشورة. شاور اب اعترافه وقال له الحكاية كذا كذا كذا، قال له اوعى، دول عايزين يضيعوك ولا تسمع له. الإنسان يغلبه الشر عن طريق الشهوة، أي نوع من الشهوة. شهوة الانتقام، شهوة الجسد، شهوة الملك، أي نوع. شهوة الانتصار، فرعون غلبته الشهوة برضه، شهوة القوة، الملك، انه يحتفظ بعدد كبير من الناس يسخرهم كما يشاء، انه لا يخضع ولا يتنازل. العناد، لما انسان يمسكه العناد يبقى بيغلبه الشر. فاذا قبلت شهوة من الشهوات يغلبك الشر. الإنسان اللي بيجازي غيره بشر دي على أنواع، يرد الشر بشر، بيقول لا تجازي الشر بشر. يعني في واحد زي داود يقول لرجالته يلا كل واحد يمسك سيفه على نبال نقتله، دي بقى ناحية تانية. لكن في أنواع خفيفة الواحد يرد بيها على الشر.
زي مثلا انسان يسيء اليك فانت تقول طيب انا هعرف اوريه ولا هتوريه ولا حاجه، تروح ماسك جواب وتكتب فيه كلام زي ما انت عايز، كلام شديد شديد شديد، وتروح بعته وتبقى انتقمت لنفسك عن طريق الجواب. واحد تاني يحب ينتقم لنفسه مش بالجواب، بالعتاب. وياما ناس عتابهم زي ضرب الرصاص، العتاب الطيب هو اللي تكسب به الناس، لكن واحد ساعة العتاب يخبط 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 وهو بيفكر انه بيعاتب ويخسر نفسه ويخسر اللي قصاده. السيد المسيح اسيء اليه حتى من تلاميذه واحبابه وعاتبهم، لكن في هدوء وفي لطف. بطرس انكره 3 مرات فجاله بعد القيامه وقال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له نعم احبك. قال له طب ارعى غنمك. بعدين مره تانية يا سمعان ابن يونا باسمه العلماني اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له طبعا يا رب بحب. قال له طب ارعى خرافه. وثالث مره قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعلم اني احبك. قال له طب ارعى غنمك. لا قال له يا خاين، ولا قال له يا جبان، ولا يا خواف، ولا اي كلمه قاسيه. قال له اتحبني؟ ارعى غنمك. حتى اخواتنا الكاثوليك بياخدوا الاصحاح ده اثبات لرئاسه بطرس ان ربنا قال له ارعى غنم ارعى خرافه. هو طبعا كان بيقولها له في مجال عتاب، وكان القصد ان هو يعيده الى رتبته الرسوليه وانه يطيب قلبه، لان قال لهم قبل كده من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. فلقال يخاف بطرس انه خلاص هيضيع، قال له ارعى غنمك ارعى. عتاب بطريق هادي ما فيهوش الخبط والرزق والكلام اللي زي الشوك. مثلا شك التلاميذ في القيامة، كان ممكن يعاتبهم يقول لهم تشكوا فيه؟ انا اللي عملت معجزات قصادكم، صحيح انكم ضعفاء وحالتكم حاجة. لا 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 لا، ما قالهمش كلام. ظهر لتوما بيعاتبوا على انه شك فيه، وقال له هات ايدك، بتقول انت ان ما حطيتش ايدي مطرح الجروح ومطرح المسامير، اتفضل ادي ايدي وادي سبر. خلاص انبسطت، استريح، امنت. طوبى لمن امن دون ان يرى. وهكذا مع المجدليه، بالطيبه باللطف. العتاب الذي لا يجازي فيه الانسان عن شر بشر، وانما يكسب الناس دون ان يجرحهم. في واحد تاني يمكن انتم تستغربوا ازاي ربنا قابل اساءته، يمكن تستغربوا لان مش في مخوك الحكايه دي. نعم، الكتاب بيتكلم عن اللصين اليمين والشمال، ان هما الاثنين كانوا بينكروه وبيجدفوا عليه، هما الاثنين مش بس الشمال. بس اللص اليمين بدأ بالنكران والتجديف، وفي الاخر اتأثر من المسيح ومن الموقف ومن غفرانه للذين اساءوا اليه، فقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. طب فين العتاب؟ ما قالوش ده انت لسه من قيمه كم دقيقه كنت بتجدف وبتشتم وبتقول ولا حاجه. قابل الاساءه بالصمت وافتكر له النقط الطيبه وما افتكرلوش النقط الوحشه. ما هو في انسان تعيش معاه بمحبه طول العمر وبعدين تغلط غلطة ما يفتكرلكش غير الغلطة،
كأن تاريخك كله معاه هو الغلطة دي، ويعاتب بقى كأنه ما يعرفكش قبل كده. لكن المسيح بينسى حاجات، مش بينسى يعني تروح من ذاكرته، يعني يغطي عليها ما يستعملهاش. في واحد بيجازي عن الشر بالشر عن طريق الكلام عن طريق العتاب، في واحد يجازي بطريقة أخرى بالتكشيرة، تبص له مش بتاع زمان، وشه مكتوب عليه 111 رمل، مكشر مبوز كآبة إلى آخره. برضو بيجازي الشر بالشر، بس مش بالكلام، بالتكشير. واحد يجازي عن الشر بالشر بالمقاطعة والخصام، وبعدين تكلمه يقول لك انا قلت حاجة ولا كلمة قلتها غلط، ما انتقمتش لنفسي ولا كلمة قلتها، صحيح ما قالش ولا كلمة، لكن بالمقاطعة والخصام بيكون رد على الشر بشر. نكتفي بكده، شكرا.